والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. الحالة الجوية مع فاطمة، أهلا بك، تفضلي. شكرا نوى، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا وجولة جوية جديدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة الرطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض ومدن محافظات مصر، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، اسكندريه 31، 25، مطروح 30، 23، بورسعيد 31، 26، الاسماعيليه 35، 24، وجوها حار بالنسبه للسويس 35، 24، العريش 31، 24، طابا 38، 26، شرم الشيخ 41، 29، الغردقه 37، 28، وجوها ايضا حار بالنسبه للاقصر 43، 28، اسوان 44، 29، الوادي الجديد 41، 28، شلاتين 38، 28، حلايب 36، 26، وجوها ايضا حار. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.